جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن دراسة القرآن وتفسير القرآن وتفسير التوحيد والكتب المعينة على ذلك، وكيف هي الطرق المثلى لتدارس هذه العلوم؟ جزاكم الله خيرا. هذه العلوم لا بد لها من مدرسين أكفياء، واختار دراسة القرآن مقرئا متقنا وتلقى القراءة عنه، ويختار لتلقي التوحيد والحديث والفقه والعربية علماء وذوي الاختصاص في هذه العلوم، يؤخذ العلم عنهم ويتلقى عنهم. هذه هي الطريقة، هذه هي الطريقة. أما أن الإنسان يعتمد على نفسه ولا يذهب إلى المدرسين ولا إلى العلماء ويقتصر على نفسه في قراءة القرآن وفي تعلم العلم، هذه طريقة خاطئة، وهذه ربما يكون ضررها أكثر من نفعها. إلا إذا كان ما عند الإنسان من يتلقى عنه القراءة ولا العلم، فإنه يقرأ في الكتب الموثوقة، الكتب الجيدة، ويقرأ القرآن بحسب استطاعته. قوله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فيقرأ القرآن على حسب استطاعته إلى أن ييسر الله له من يقرئه قراءة جيدة. كذلك يقرأ ما تيسر له من الكتب الموثوقة والمختصرات ينتفع بها، وكذلك يستمع إلى الأشرطة الصحيحة التي صدرت عن علماء موثوقين، يستمع إلى كلامهم يستفيد بعض الفائدة، ولكن لا يعتمد على فهمه، وإنما يستفيد منها حسب استطاعته. وإذا يسر الله له من يرشده ويبين له، فعليه أن يرجع إلى أهل العلم.